السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بفيديو في غاية المتعة 1v1v1v1 يعني FFA يعني free for all ما بين افضل اللاعبين وافضل الجيوش. اولهم ماركر اللاعب العربي المصري بجيش الـ USA Air Force، بالطرف الاخر اللاعب الدنماركي بيك سايز بجيش الـ USA Super Weapons، ريجين كي اللاعب السوري على فكرة بجيش الـ USA Air Force، واخيرا وليس اخرا دارك ناين اللاعب البريطاني بجيش جي ال اي ديموليشن. يا سلام ملا لعيبة ويا سلام ملا فصائل جيوش على خريطة فولكين لأربعة لاعبين. طبعا أنا عم بشرح الجيم الساعة 2 لأنه اليوم على الساعة 9 المساء في لايف ستريم وأنا واعد بجيمات FFA أسطورية وهذا واحد منهم. فبسم الله نبدأ، أتمنى أنك تدعم الفيديو بلايك وتشترك بالقناة وتتركنا رأيك الحلو في قسم التعليقات بس تخلص من هالجيم الأسطوري إذا عجبك. طيب بسم الله، ماركر فخر العرب واللاعب المصري والأسطورة المصرية، واحد سبلاي اثنين سبلاي USA Air Force، حيطلع طيران ما حيلعب فيز على ما أظن، باركس سريع مع البيك سايز بجيش الـ USA Super Weapons War Factory، وباركس كي أو ريجين كي مطار وباركس نفس طريقة ماركر USA Air Force، بالطرف الآخر دارك ناين GLA Domination، واحد War Factory واحد باركس اثنين سبلاي لدارك ناين. طبعا دارك ناين واحد من دوزر بيخسر ريجينج كي من بداية اللعبة، ولكن ما باع الكوماند سنتر أو السي سي أول الرابترز من الجنرال ماركر. تنطلق لأين؟ يمكن يروح يدبل على الـ USA Air Force. أنا يا شباب صدقا الجيم ما شفته، بس شفت الأسامي وشفت الجيوش. يا السلام ماركر على الشنوكات ريجين كي، شفت الجيوش وشفت اللعيبة وقلت يلا هذا الجيم للنشر، أكيد جيم أسطوري سنتوري راح يكون. ريجين كي يحوم ما فوق أرض ماركر، يا السلام بشيل الدوزر موجود هون. دارك ناين عطلة صيفية، ماركر بالطرف الثاني رجع بعض رابتر تاني على ما اظن رجع شال فيها الشينوكس، ما في اي هجوم من بيك سايز، في درون استطلاع من بيك سايز على ارض ماركر، في صوت كابتشر على ما اظن دارك ناين عم بيكابتشر، في صوت كابتشر او بيك سايز عم بيكابتشر، بيك سايز عم بيكابتشر الفاير بيس الموجود هون. الرابترز خلونا نشوف الرابترز تبول ماركر الى اين، ريجي كي بيرجع بيضرب الشينوك مره تانية وبينزل شينوك تاني لماركر، لاحظ رابتر رايحه ورابتر جي، خلونا نشوف ضربه ماركر الى اين. ماركر على الاغلب يضرب الدوزر ويوقف الفاير بيس، ممتاز. ريجي كي بالطرف الاخر بيحاول يضرب الدوزر الموجود هون اللي كانت عم تبني شيء، ممتاز. ثلاثة رابترز عند ماركر، تدبيل واضح على ريجين كي من بداية اللعبة. USA Air Force لاعب خطير بإيده، فصيل خطير. خلونا نشوف ماركر من الطرف الآخر، يا السلام بشيل تانل لدارك ناين ولكن ما بفنشه. طيب ماركر عم بيحاول يرجع يبني السبلاي الموجودة هون، ولكن مثل ما قلنا كي أخره شوي. بيك سايز لحد الآن ولا هيت، لحد الآن ولا هجوم، لحد الآن ولا تقدم لبيك سايز. وهنا تكمن متعة جيمات الـ FFA Free For All. كل لاعب له تكتيك خاص وكل لاعب له عقلية باللعبة حرفيا، أما أنه يكون عدائي أو أنه يكون مسالم وتكتيكي وبينطر وبيقعد وبخلي اللاعبين هن يتخانقوا مع بعض. أوه يا السلام، ماركر بيشيل الفاير بيس تبع بيك سايز. ماركر والله دائما على فكرة اللاعب دائما بيضرب كل اللاعبين يلي حواليه، دائما ماركر بجيمات الـ FFA بيفتح أكثر من جبهة، هذا الشيء لاحظته بكل جيمات ماركر. لاحظ الرابتر ضرب سايز وراح ضرب ريجين كي، ضرب بيك سايز وراح ضرب ريجين كي. دارك ناين يا سلام، ثلاثة سبلاي، أربعة سبلاي عند دارك ناين. هنشوف الرابتر بحاول يضرب الرابتر بالرابتر، ولكن الليزر ديفنس أعتقد حاول يضرب الرابل أو الرينجر عفوا الجندي لحتى يعمل كابتشر ديناي ماركر، ولكن الليزر ديفنس كان موفق من ريجينج كي
كان وقف طياراته فوق الأويل لحتى يعمل كفر ويحمي الرينجر يلي عم بيكابتشر دارك ناين، ينتشر ويصل إلى منتصف الخريطة. بيك سايز والدارك ناين لحد الآن ما حدا تحرك، ما حدا عمل أي هت، ما حدا عمل لازم يشيلوا هالتنل على ما أظن، لأنه إذا بيعملوا بوب كواد وهو جايب الرابترز لعند ريجين كي يا السلام يا السلام. حاول قرب يعمل ليزر ديفنس مرة تانية، ماركر بيشيل التنل الموجود هون. 5 دقائق والمعركة مقتصرة أو محصورة ما بين ريجين كي وماركر. يا سلام، ضربة بضربة ضربة بضربة، ولكن ريجين كي هالمرة ضربة غير موفقة، بيحاول يشيل الأول تبع ماركر، ولكن الرابترز موجودين كمان، بيعمل ليزر ديفنس. ماركر يتقدم مرة أخرى إلى أرض الجنرال ريجين كي، يحاول تجديد الهجوم. يا سلام، بيحاول يشيل سبلاي، بيشيل السبلاي مثل ما هي. قال لك خلص شو بدي بالشينوكس، خليني اشيل السبلاي كاملة. ماركر عم بيصلح الاويل، طبعا الفاير بيسز تحسبا لاي هجوم غدار من دارك ناين. بعيد وبذكر كل اللاعبين ضد بعض، ما في تحالف لحد الان، ما في تيمينج لحد الان لحد اللحظة هاي. طبعا هذا الشيء مسموح. رايجين كي يا سلام بيشيل الاويل تبع ماركر، خلاص بيشيل الاويل تبع ماركر دون اي مشاكل. هشوف سايز وارت سايز وجيوش بيك سايز. ماركر مرة اخرى بالرابترز، هجوم جديد يا الهي. الافنجر تنشال، ممتاز. بيشيل تاني افنجر، على فكرة مكلف جدا انه يشيله افنجر. يا السلام، خسر الرابتر ماركر. اذا بتلاحظ هاي اول رابتر بيخسره سيرش اند ديستروي من بيك سايز، هي اول رابتر بيخسرها بعد كل الويفات. لاحظ دارك ناين، دارك ناين من الممكن انه يعمل بوب من هالتنل المتقدم على ارض ريجين كي، وتكون حركة جدا غدارة واسطورية من دارك ناين. بيك سايز يتحرك الى منتصف الخريطة على ما اعتقد الى ارض ريجين كي. اذا بيهجم على ريجين كي بيكون صار تيمينج. يا سلام، بيسقط له الرابترز. ليش شو عمل لك ريجين كي؟ شو عمل لك ريجين كي عزيزي؟ بيك سايز يا سلام يا سلام، سلم. بيك سايز يتقدم بدون الرحمة الى ارض الجنرال ريجين كي، بيشيل رابترز، بيشيل شينوكس. حرفيا حاليا لاعبين مدبلين على ريجين كي، بالطرف الثاني ما عنده اي وسيلة دفاع ضد جيوش بيك سايز. الطريق سالكة الى ارض الجنرال ريجين كي. بيك سايز يتقدم بجيش هامفيز، فاضي على فكرة، فاضي الهامفي، فاضي الهامفي من بيك سايز. حلو، بحاول يشير المطار لريجين كي، ينقذ ماركر، حرفيا ينقذ ماركر من تدبيل ريجين كي يلي استمر من بداية اللعبة. بيرتن من ماركر، حلو كتير. خلينا نشوف لوين بده يبعته. دارك ناين يكبر شيئا فشيئا. بيك سايز بأرض ريجين كي، خلاص ريجين كي عم يلعب بأسلوب ضد ماركر، عم يلعب باسلوب دفاعي ضد اليو اس اي اير فورس. لما فات عليه اليو اس اي سوبر ويبنز، حرفيا حرفيا ما عنده شيء نهائيا يدافع عن نفسه فيه. ريجين كي ممتاز، خلاص بيك سايز بيحول على السي سي، بيحاول يشيل الكوماند سنتر تبعيته ريجين كي. ماركر هلا خلونا نشوف لوين رايح، لازم يدبل على بيك سايز او دارك ناين، وحده من الاثنين على ما اظن، لانه اذا بده يضل على هالحاله فماركر في خطر. اللاعبين عم بتعاظموا واللاعبين عم يكبروا كتير، فمش من مصلحه ماركر انه بيك سايز يكبر. يا سلام، مس مايكرو خرافي. مان، ماركر في مأزق، ماركر في مأزق. بالطرف الاخر سبكتر من بيك سايز رايح على ارض ماركر، حلو كتير. ريجين كي هاز بين ديفيتد، خلاص اخر رابترز، اخر طائرة رابترز عند الجرال ماركر. السبكتر خلاص، بيك سايز خلص من ريجين كي، وعلى ما اعتقد الخطة تقول ان ماركر هو اللاعب التالي بعد ريجين كي. خلونا نشوف عنده كمان شيء مخفي، ولكن كمان شيء مخفي ضد اليو اس اي سوبر ويبنز. لا اعتقد. الفا ارورا من بيك سايز، يا السلام يا السلام، سلم.
يا السلام بيك سايز الفا ارورا. طبعا نو رولز بيقدر يبني نووي، بيقدر يبني الفا ارورا. ماركر يا الهي يا الهي، اخطاء في المايكرو عند ماركر ما اعتدنا انه نشوفها نهائيا عند اللاعب المصري ماركر. بالطرف الاخر سايز بيك سايز في منتصف الخريطه، ايتم سترايك على الدروب زون، ولكن على ما اعتقد صار في الليزر ديفنس. الالفا ارورا تتقدم مره اخرى. يا اخي الجيم اللي فيه الفا ارورا جدا بيكون ممتع. اوهو بيشيل باور وبيشيل الدروب زون، بيخسر الفا ارورا، بيخسر الفا ارورا، ولكن الخسارات كبيره جدا في صفوف ابنيه ماركر. بالطرف الثاني بيك سايز جيوش حلوه على فكره من بيك سايز، جيوش خرافيه من بيك سايز. ماركر خلاص خسر طيرانه بالكامل، خسر الرابترز، عم بيخسر المباني، ما عنده اي شيء يدافع عن حاله فيه سوى حفنه من الجنود، جيش صغير من ماركر، وكم كمان شيء مخفي ما بينحكى فيهم ضده يو اس اي سوبر ويبنز وضده جي ال اي ديمو، يعني معبيله الدنيا ستينجرات، فلا اعتقد يقدر يعمل شيء. دارك ناين يستغل الفرصه، يستغل انشغال بيك سايز بماركر ويحاول التقدم. طبعا بيك سايز بيفضل كمان هذا الشيء شفته باغلب جيمات بيك سايز، بيك سايز بيفضل انه ياخذ اكس بي وياخذ رانكينج من الهجوم المضمون على اللاعب الملهي. يعني اوكي فيول بومب، يا سلام لاحظ عم يضرب فيول بومب، يعني بيك سايز ليفل 5 اخذ اكس بي واخذ رانكينج اسطوري بيك سايز لحتى يواجه دارك ناين. بالطرف الاخر ماركر بيحاول يقرب الشينوكس لحتى يصدوا صواريخ الاي ام بي. يا سلام حركه حلوه من ماركر، حلو بيحاول يشيل الافنجرز. قلت لك الكمانشي المخفي ما راح يفيدك شيء ضد اليو اس اي سوبر ويبنز. بالطرف الاخر بيك سايز بيدافع عن نفسه في مواجهه دارك ناين. جيوش بيك سايز خلاص تقتحم ارض ماركر بالكامل بالدقيقه 13. ماركر has been defeated. لاحظ كاش باونتي كاش باونتي لبيك سايز، دمر ارض ماركر واخذ الانكومز من الدروب زون. وبيك سايز يلتفت الى ثالث اللاعبين دارك ناين، المواجهه التي ستكون اسطوريه. الفا ارورا يا سلام بيضرب له البلس، بيجازف بوحده الفا ارورا مع وحده سبكتر وبيحاول يشيل البلس. جيوش بيك سايز جراره على فكره عزيزي المشاهد، تحاول اقتحام دفاعات دارك ناين، ولكن دفاعات دارك ناين بالطرف الاخر دفاعات اسطوريه. دارك ناين بيحاول يفوت على ارض بيك سايز، بيحاول يشيل الفيز. لعبان همفي فاضي لحد الان، لحد الان همفي فاضي طبعا لانه ما مع وات، لانه جميع الجبهات مفتوحه، جبهه بيك سايز، جبهه ماركر، جبهه ريجينج كي، كله كانت جبهات مفتوحه، فعلى ما اعتقد لهيك لعب همفي فاضي مع الافنجر. طيب على كل حال الاستراتيجية لحد الآن ما زالت أسطورية من بيك سايز، شال أول لاعب، شال ثاني لاعب، ريبل أمبوش من دارك ناين، جي ال اي ديموليشن، ريبل أمبوش من دارك ناين، شوف السكراب بالأرض، شوف السكراب بالأرض، جيوش بيك سايز تدمر، بيك سايز بيبعت الجنود، خلينا نشوف، على ما أعتقد يعتمد على الألف أرورا. يا سلام على الديمو بايكس، يا سلام على الديمو بايكس، يا سلام، مان دفاع اسطوري من دارك ناين بجيش جي ال اي ديموليشن. وين النوويات؟ وين الاقتصاد؟ بيك سايز وين الانتشار عزيزي بيك سايز؟ لاحظ بالديمو بايك حتى عم بيشلوا الهامفيز الموجودين هون. طبعا الديمو بايك خيار مليون بالمية صحيح، ليش؟ لانه هامفي فاضي ما راح يلحق يشيل الديمو بايك، لهيك انسحب بيك سايز على فكرة، لهيك بيك سايز لف ورجع لورا. لاحظ ريجين كي ما كفى السبلاي تبعيته، ايتن سترايك من سايز، يا سلام على الاويل تبع دارك ناين. طيب بيك سايز ما زال عم بيلعب بالفيز، ما زال يحاول التقدم، بيشيل الوركر الموجود هون. صراحه افضليه هلا صارت ساحقه بهالاستراتيجيه يلي عم بيلعبها بيك سايز، مثل ما قلت لك طالما ما في صواريخ. ضربه مؤلمه جدا جدا عزيزي بيك سايز، طالما ما في جنود قوازف مثل ديفندر بقلب الهامفي
فايزي انه يشيلوا اياهم بالدمو بايكس او حتى بالكواد. خلونا نشوف كمان بيك سايز ما زال عم بيلعب، انا ما اعتقد هي معباية، ولكن باث فايندر معبيه، باث فايندر حلو كتير، بيقدر يشتغل شغل حلو بالباث فايندر. خلونا نشوف بيك سايز، يا سلام على الفا اورورا، يا سلام سكوت لانشر من دارك ناين، في جنود هون لبيك سايز، دارك ناين بالطرف الاخر بيحاول يقرب على الارض بيك سايز. مره اخرى ديمو بايك من دارك ناين السكوت لانشر، خلاص الباث فايندر عم يضرب بيختفي فبالتالي الكواد ما عم بتلحق تشوفه. ديمو بايك مرة أخرى من دارك ناين يلي أرضه خرافية، اقتصاده خرافي، انتشاره خرافي. طيب على ما أعتقد طرق له الجنود، لحتى ما يكابتشر. أربع كواد موجودين عند دارك ناين، فول كواد، سنيك أتاك من دارك ناين. يا حرام يا حرام، لو مفتوحة السنيك أتاك، لو مفتوحة حرفيا كان جي جي الالفا اورورا. خلونا نشوف السكوت لانشر ما زالت موجوده من دارك ناين بالطرف الاخر، في اثنين الفا اورورا عند بيك سايز، سكوت ستورم عند دارك ناين مع اقتصاد خرافي من دارك ناين وانتشار جدا حلو. على فكره دارك ناين واحد من افضل لاعبين الاف اف اي. يا سلام على الالفا اورورا بتشي سكوت لانشر واثنين كواد، ولكن ما هي المخططات؟ ما هي المخططات عزيزي بيك سايز في ظل انتشار دارك ناين الرهيب؟ لاحظ عمد النظر جي ال اي ديموليشن. خلينا نشوف بيك سايز بالدقيقة 17-18، عنده اقتصاد، لا بأس فيه على فكرة، والف أرورة عنده طيب، ولكن ما في نووي، حاول شيء الكواد موجودة هون حلو. اوكي ديمو بايك على الفاير بيس موجود هون، اوكي بعت رينجر. الجيم هيدي كتير طبعا بده يصير تكتيك وبده يصير تخطيط ما بين ريجينج عفوا دارك ناين وبيك سايز. خلينا نشوف، طبعا عنده ريبل امبوش دارك ناين اللاعب باللون انتراكس، على الارض بيك سايز، يا سلام على انتراكس، رح تشيل الفا اورورا، يا حرام بتشيل الفا اورورا، وبيك سايز بيشيل دفاعات دارك ناين، ولكن 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 اعتقد دفاعات كثيره. دارك ناين يتقدم بجيش كواد صغير على ارض بيك سايز، فول كواد مثل ما قلنا، اي بي بوليتس، جنك ريبير، والديموليش، يا سلام يا سلام، خلص الالفا اورورا لاندنج ريكويست حلو، بيطالع امبولنس بيشيل مفعول انتراكس من الارض وبيعمل لاندنج بالأرورا، ممتاز. بده يحاول يشيل الفاير بيز الموجود على مشارف أرض بيك سايز وعلى الخط الدفاعي على أرض بيك سايز. ريبيل أمبوش خرافي من دارك ناين، بيك سايز هاز بين ديفيتد، الريبيل أمبوش خرافي جدا من دارك ناين وبيك سايز هاز بين ديفيتد. استراتيجيات كانت رائعة من دارك ناين وتخطيط جدا جدا حلو. أتمنى أنه كان جيم ممتع، أتمنى أنك تدعم الفيديو بلايك وتترك لنا رأيك الحلو في قسم التعليقات في حال إذا عجبك الفيديو. كان معكم أخوكم علاء رضا، والسلام عليكم.